اهلا وسهلا فيكم بالمطبخ اللبناني. اليوم حنعمل نحن وياكم حلو بالسميد. انا عندي كبايه سميد هضيفها، وعندي 4 معالق من السكر، وعندي 4 معالق من الحليب البودرة، وعندي مضيقتين من النشا، هاي ملعقة تانية من النشا. هنخلط المواد الناشفة مع بعضها. أنا هضيف لهم 5 أكواب من المي، هيدي الخمسة. هلا هحط نوبون كمان في المضرب اليدوي مشان يدوبوا اول ما حطهم على النار. هلا مثل ما شفتوا دابوا معي، هلا ححطهم على النار، ضلني بحرك فيهم ما بشيل ايدي عنهم ليغلوا. هلا داب الخليط معي، بحرك فيهم لحتى يغلوا، ما بتركهم على النار، بتركوا التحريك عنهم. وهيك مثل ما شفتوا جمدوا معنا، انا حطفي عنهم واسكبهم بالكاسات. فيكن تصبون بالبايركس، انا بدي صبهم بالكاسات لانه اسرع، لانه قرب الافطار وهنهيهم مشان يبردوا ورجعوا ياكلوا منهم بالسهرة. وانا هلا حبلش اسكب بهذا الشكل، بنهزهم بهذا الشكل لانه اول ما بردوا ما بيقعدوا بيضلوا جامدين معنا. انا هيك كمان اسهل طريقه. درون ليصيروا بحرات الغرفه، بنرجع بنضيف عليهم القشطه والفستق الحلبي والقطر او العسل. وهلا مثل ما شفتوا انا حزينهم بالقشطه،
هضيف عليهم فستق الحلبي وحضيف القطر، القطر أكيد مثل ما بتحبوا. وألف صحة وهنا، ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، جربوها وأكلوا كثير طيب.